Sí. ده بجد؟ الحقوا ربنا 200 جنيه. تعالى شوف انا جبت لناصر ايه؟ جبت له اكبر ايس كريمايه وجبت له اكبر بيضه. تعالى نشوف رد فعل ناصر اول ما يشوف اللعب دي، كان بيقعد يشاور عليها في الفيديوهات ويقول ده جبتها له بقى، دي مليانه لعب وشوكولاتات ومصاصات. تعالى نشوف مع بعض كل الالعاب اللي فيها ونشوف رد فعل ناصر اول ما يشوفهم وصدمته اول ما اجيبهم له وادخل عليه. يلا جاهزين؟ تعالوا معايا. نصوري اجهزوا بقى عشان ناصر صدمة أول ما يشوف نصوري. تعال اجري اجري، عامل لك مفاجأة. تتي ايه بس؟ تعالى تعالى حبيبي، بص جايب لك ايه، بص جايب لك ايه، بص اجري. الله، يلا يلا اهم اهم نصوري. اتى وينور كمان. يلا تعالى بقى امسك الموبايل، يلا تعالى عشان نفتحه انا وناصر. يلا يا نصوري، بصوا عايز يفتحه. طب اصبر يا عم، روح هين هو، يا عم روح هين هو، يلا روح هات البيضه. امسك كده، هات واحده. يلا حبيبي يلا حبيبي، يلا تعالى عشان نفتح. يلا 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 نقعد هنا، يلا نقعد هنا. نفتح انا واحده الاول. بيضة. نفتح دول ولا دي؟ كيندر. دول ولا دي؟ دول ولا دي الأول؟ شاور يلا. دي خلاص ينسى. يلا نفتح دي. يلا بقى، كنا بنثبت الكاميرا حلو بقى وبنثبت الرينج لايت. يلا اللي هيتوقع دي فيها ايه من قبل ما نبدأ أو قبل ما نفتحها يكتب في الكومنتات حالا أهو. اللي هيتوقع صح محدش يغش، شايفكم. توقع فيها ايه؟ هنزل اسمك في الفيديو الجاي. يلا تعالوا معايا. دي فيها ايه؟ اكتبوا كومنت الاول. ماما يا بنت الايه، يا بيضه تفتح ازاي دي؟ البيضه اتكسرت. الله. ايه ده؟ دي لعبه، دي لعبة الأول، دي أول لعبة. لا دي مش ماما، ماما لسه في البيضة. ده إيه ده؟ بطة. إيه ده؟ ها؟ بازل. مين؟ بازل. ربنا يسامح. يقول لك باب باب. إيه ده؟ يا عم أنت بوظتها، يا عم حرام عليك يا عم. هي بتتفك، هي بتتفك. نحلة. نحلة. لا. دي نحلة 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 نحلة. ايه ده؟ لا استنى استنى استنى، اصبر اصبر يا همجي. خلصي. الله. والله كسرة حاجة. بص بص استنى استنى، ايه احنا ناقص الدب؟ دبانة. ها بتزن زي الدبانة. دبانة دبانة. الدبانه الحلوه دي هيكسرها حالا. انت عم لا ما تسرحيش بالفيديو بقى، ايه واهدي كده معانا. لا 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 للاخر عشان يقول لك مام مام مام. ناصر مساسة. الله. ايه ده؟ ايه ده بقى اللي بتطبع؟ لا بلاش بس. يلا 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 اتبع 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 اتبع. طباعة. لا دي في الاخر عشان ما نزنش. يلا. ايه ده؟ شوكولاتة ناصر. شوكولاتة متفتح حلوة. ايوه دي ناصر. مام شوكولاتة. ده حجر. تكه وسعها. يلا يلا اهي اهي. كل البسكوت. شوكولاتة وبسكوت. يلا يلا. لا. اهي.
ما عجبتكش ولا ايه؟ هي شوكولاتة، شوكولاتة شوكولاتة والله. اضحك الضحك، يلا يلا ضحكة الحصان، يلا ضحكة الحصان ناصر، يلا عشان بقى دي فيها مفاجآت كتير، دي لسه فيها مفاجآت كتير، دبانة زحت مليانة مفاجآت، يلا عشان لسه مفاجآت كتير وناكل مامي كتير، يلا يلا اهي الله، كفاية بقى عشان هات يلا بنت اللذينة ده. هتاكل ناصر، يلا كفاية بقى، يلا يلا نبص دي، يلا نشوف دي جناحها اتكسر، يلا يلا نجهز دي، يلا وتعالوا بقى نفتح الأكبر آيس كريماية في مصر، هنفتح أكبر آيس كريماية في مصر بقى بابا بتاع آيس كريم، ونجيب آيس كريم من بره ينفع؟ عشان خاطر نسولي مين؟ دب يلا نفتحها؟ لا وحصلة كمان، بصوا كده تنفع حصلة أما تخلص والدنيا حلوة ومتبرشمة أهي. اللي يتوقع كمان فيها ايه؟ حولي يعني، اللي يتوقع فيها ايه؟ برضه هيكسب معانا وهننزل اسمه في الفيديو الجاي، بس قبل ما افتحها كله يتوقع فيها ايه؟ يتوقع ايه اللي في الايس كريمية دي؟ يلا جاهزين؟ 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 الله! جت منين دي؟ ما هي بتنور فيها. حاطين بتاع في ايه؟ في ايه؟ ده بجد؟ الحاوي ربنا 200 جنيه بتاعتي ده مش لعب، اقسم بالله مفكرها لعبه، لعب يبقى عليها صور، وانا اللي عمال اقول جايب لنصر حاجات ب 150 جنيه كده، كسبنا 50 جنيه كمان يا راجل. وشك قمر عليا، ده بجد والله، ده بجد. ازاي؟ طب وريهم البقيه اللي الناس عمال يطلعوا. استنى اصبر اصبر اصبر، ده 200 جنيه والمصحف ما عليها لعبه، بصي قربي. طب ازاي ده؟ الراجل بيقول لي بتكسب فلوس، انا مفكره بيهزر. يا ما انت كريم يا رب. في وزه وقعت، وش السعد عليا وزه وقعت. استنيني، الله يلا يلا نشوف ايه اللي فيها، نشوف ايه اللي فيها. دي اول حاجه وزه، وك 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 وك. لا الدبانه احسن، هنلعب بالدبانه بقى انا وانت بالليل بقى مع بعض، نخلي ماما تنام ونلعب انا وانت. ودي طبعا زي البتاع الاهبل اللي احنا كنا كسبناه حالا ده. شوكولاته كمان كده، معانا شوكولاته كتير، ده احنا هناكل النهارده شوكولاته لما نزهق. ال 200 جنيه ريحتني خالص. الله دي بتاعتي، هاخدها انا. مين؟ بتاعتي. مين يا ماما؟ مصاصه كمان، هو بيعشق حاجه اسمها مصاصه، قسما بالله بيعشق المصاصات. هيقول لي حالا بص 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 كده، هيقول لي ايه؟ ركزوا بس ركزوا. ايه فيش حاجه تاني؟ لسه هنكمل حالا نوريهم، بس بص ايه عايز ايه؟ ما بعرفش افتحها، ما بعرفش ما بعرفش ما بعرفش. طب نشوف ايه كمان؟ الله يلا نفتح ناصر، ده لسه في حاجات حلوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده لو لبان بلاش. انا خدت حته صغننه وانت حته كبيره. طب ما انت كله، انا بقى خلصتها مني، عيب كده. مش عاجبك؟ ما شاهدته دي البنا، ايه العيال المعفنه دي؟ هما بقى قالوا حط حاجات بشيلن ولا حاجه عشان 200 جنيه. لكن بص بص كده على وشه. يلا يلا ندور الناحيه التانيه، مش عندنا. يلا يلا بقى كمان. ايه ده؟
ايه ده؟ ما تفتحلوش حاجه. ايه لسه في حاجه ولا كده خلاص؟ ولا انتوا شايفين ايه؟ انا شايف ان البيضه كانت احسن. الله، بس ايه؟ ما هما بيقعدوا كل يوم عشان ال 200 جنيه دي. ده انا هروح للراجل بكره اجيب كل اللي عنده. ده لسه في اهم حاجه. ايه حاجه بقى دي؟ ليك انت، صدقيني ليك انت. ايه يعني؟ معلقه عشان تاكلي بيها الشوكولاته. مش انا اللي هاكلها برضه. ماشي. الاستاذ عمال يرمي فين؟ الحقي. ايه بس في حاجه فوق كمان. 200 جنيه يا معلم ناصر، بكره هنجيب بقى العاب لنصوري. انا كل الحاجات على الارض. ايه ده يا ناصر؟ يعني انا جايب كل وعمال صارف عليك وجايب كل ده وباخر ترميهم في الارض؟ ينفع يا ناصر؟ ينفع؟ ناصر ناصر اضحك. يلا الضحكه اللي هم بيحبوها. غني يلا. يلا غني له حاجه يلا عشان نقفل يلا الفيديو. مين هو؟ انا؟ مش هتغني؟ لا. طب لو قلت لك هديك ال 200 جنيه هاتها قدام الناس. طب غني الاول. لا هاتها قدام الناس الاول. لو الاغنيه عجبت الناس هديها لك. طب ايه؟ لو 50 كومنت قالوا ان هي عجبت يعني اغنيتك حلوه هديها لك. طب احلف. في الفيديو الجاي قدام الناس. احلف. يلا خلاص. لا احلف. والله قدام الناس يلا الاول. طب يا جماعه اعملوا 100 كومنت عشان اخد 400. بس لو واحد انتقد وقال مش حلو مش هديها لك. بس انا مش جاهزه. اي اغنيه؟ غني اغنيه. عدل 10 وما غنيتش خسرانه. 1 2 هنكسب. 3 4 مغرم مغرم انا بيك على طول وانا صابر والصبر في هوايا دليل. اكمل. وحش صح يا ناصر؟ وحش ولا صوتك وحش؟ مش تكسبي. ده هو مندمج وبيغني كمان. ال 50 كومنت يا جماعه عشان ولو ما خدتهاش هفضحه. سخني لي الاكل بسرعه كده يلا وهاتلي. مفيش اكل. مفيش اكل؟ اه. ال 200 جنيه عشان 50 كومنت مش عشان الاكل. انت قلت 100 كومنت. 100 كومنت لو واحد انتقدك. انا قلت ال 100 عليهم 400. فاحمد ربنا ب 50. يا شيخ اسكتي. اعملوا يا جماعه كومنتات ان الصوت حلو ده لو عجبكم يعني ما تنافقوش بس اعملوا كومنتات عشان اخد 200 جنيه. معاش كلامها. لا اعملوا كل يقول في الكومنتات صوتها وحش عشان ايه؟ لا صوتي حلو عشان 200 جنيه. اروح اجيب لها اجيب لناصر بامبرز ولعبتين ولا اي ولا ايه يعني؟ هو بيجيب كده كده برضه. دي اللي صوتها وحش. انا متاكد انكم انتوا هتكسبوني. انا كسبونا. انا 200 جنيه والله هتكسبوني. يلا اعمل اعلان للقناه بتاعتي. مش عارف ايه اعمل اعلان للقناه بتاعتي. لا هي هتعمل كومنت هيبقى اول كومنت اللي انا مثبته. اعملوا لها سبسكرايب. غلبانه 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 معلش. احنا مشهورين اكتر منك. مش احنا مشهورين اكتر منه؟ اه. هتعمل كومنت وهثبته كله يعمل لها سبسكرايب. هشوف بقى ايه الناس اللي بيحبونه بيحبوا ناصر هيعملوا سبسكرايب ولا لا. في حاجات لناصر هناك حلوه. بس بقول لكم ايه اهم حاجه؟ قولوا لها صوتك وحش في الكومنتات. لا انا عايزه ال 200 جنيه والله يا جماعه. ده انا غلبانه معيش فلوس. والله انا غلبانه واروح اشحن على باب جامع بكره. والله انا غلبانه. ناصر ارمي. مش هينفع. مش عارف يبلعها كبير. انا عارف. يلا الحصاله. يلا يا ناصر قول باي. بس انا لحد حالا بصراحه مش متوقع. خلاص ناصر قفل الفيديو. بجد والله باي. ناصر ناصر يلا قول باي باي باي. ده على فكره ده بكره ده عنده بتاع 4 5 في البتاع. انا هروح اخدهم منه. لا قعدت المكان واروح قابلك. انا هروح اخدهم منه. هروح انا قابلك. والحصاله بتاعتكم ايه بقى حوشوا فيها؟ الفكه اللي بسيبها جوه وانت بتقومي واخداها بدل ما بتعينها جوه في البتاع عينها في الحصاله هنا. بعين والله اقسم بالله بسيب 7 جنيه 8 جنيه فكه بتقوم محوشاهم 50 جنيه وتيجي تقول لي ايه عبد الله جمد لي دول. تبقى واخداهم مني وعايزاني اجمدهم لها. يا ساتر. عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا تاتر. يا تاتر. يلا يا ناصر قول. قولهم باي باي عشان قول يلا باي. ناصر. يا ساتر. يا ساتر. تاتر. يلا قولهم باي عشان نقفل الفيديو. يلا. يلا باي. يلا.
واللي ما عملش لايك وكومنت يعمل بسرعه وسبسكرايب وفعل الجرس عشان الفيديو الجاي مقلب في ناصر. انتظروا المفاجاه دي، المقلب الجاي موت. يلا قولهم باي باي. لو الفيديو ده وصل كم مشاهده عبد الله يحلق شعره. لا خلاص شعره. الفيديو يوصل لايك واحد، لايكين على الفريش معايا. اهم حاجه ان احنا ايه بنهزر ونطلع نلعب مع بعض بس. ماشي يا ناصر، ومش هحلق شعري برضه. هتحلقه يا ناصر. قولهم باي باي. هعمل تحدي مع الناس. يلا باي باي. يلا قولهم باي باي. باي. هنا اهو خلاص، رمى كل حاجه، رمى كل حاجه خلاص. شفتم اخرتها؟ اي حاجه بجيبها ارمي 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 ارمي. بقول لك ايه، انا كده خلصت الفيديو صح؟ روقي بقى انت. يلا بقى وظبطي الدنيا. نعم. خد تعالى هنا. خلصت ناصر، قول لهم باي باي. يلا باي 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 عشان نمشي. هات ال 200 جنيه بابا، نسيها. هات ال 200 جنيه. انا هعمل فاشل بالبيوت كده بس قدام الناس، وام الكاميرا تقفلها وام خدني جنبيني. مش هقفلها عادي يا حبيبتي والله، ولا يهمني. مش هقفلها. فلوس الدنيا كلها تحت هقفلها. اهم حاجه المفروض انه بيضحك ضحكه ناصر بقى. عايزه فلوس كمان هديك والله يا حبيبي يا جوزي. انت والله انتوا الفلوس لو عمل فيها حاجه هصوره فيديو. بلد مش هاخدها منك خلاص، وهديك 200 جنيه لو كسرت برضه في الكومنت اللي هم قالوا عليها. التضحيه دي يا جماعه. قفلت خلاص؟ اه. هات ال 200 جنيه. بصوا بيظهر على حقيقته في ثواني. يلا. يلا باي باي. باي باي. يلا قولهم باي باي. باي. يلا باي باي. 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 قول باي باي يلا. باي باي. هو بيعمل باي. باي خلاص.